بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنكمل بان احنا ناخد امثله على حساب السكاترنج ماتريكس بتاعه الريسيبروكال تو بورت نتورك بالطريقه بتاعه الايفن مود اوف اكسايتيشن والاود مود اوف اكسايتيشن اللي احنا لسه قريناها في التسجيل اللي فات. تمام، المثال هناخده عندنا مثالين هنحل فيهم ان شاء الله، ونكمل بعد كده في النقطه رقم 5 اللي هي الاخيره اللي هي العلاقه بين الزيت والواي والاس ماتريكس، وكمان عليها سؤال في الامتحان. الاكزامبل هناخده ان شاء الله شكله كده. الاكزامبل ده مهم لان الطريقه اللي احنا هنحل بيها الاكزامبل ده هنستعملها قدام في سؤال تاني بيجي في الامتحان، فحتى الاكزامبلز اللي احنا بنجيبها كلها على اساس ان احنا هنستعملها بعد كده في اسئله تيجي في الامتحان. في الاكزامبل ده عندي تو بورت نتورك بالشكل اللي قدامي، عندي سيمتريك تو بورت نتورك ده جيفن سيمتريك، وفي نفس الوقت ريسيبروكال سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك، وعاوز يحسب في السيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك اللي فوق عاوز يحسب لها السكاترنج ماتريكس بتاعتها شكلها ازاي. يقول لك احسب او فايند السكاترنج ماتريكس بتاعتها، وهنستعمل في الحسابات بتاعتنا الطريقه بتاعت الايفن مود اوف اكسايتيشن والاود مود اوف اكسايتيشن. اللي عايز اقوله قبل ما ابدا احل المساله دي، عايز اقول شويه ملحوظات على السيركت اللي قدامنا. السيركت اللي قدامنا دي بتتكون من ايه؟ بتتكون زي ما انت شايف عندك اثنين ترانسميشن لاين سيكشنز، الجزء اللي هو ناحيه اليمين ده عباره عن ترانسميشن لاين سيكشن، الجزء ده كله اللي هو متعلم عليه بالشكل ده عباره عن ترانسميشن لاين سيكشن، وده عباره عن ترانسميشن لاين سيكشن، يعني اثنين ترانسميشن لاين بورتس، وكل بورت منهم عباره عن ترانسميشن لاين طوله ال، والكاركترستيك امبيدنس بتاعته بتساوي واحد زي ما احنا عارفين عشان احنا عاملين عمليه نورماليزيشن. فعندي كاركترستيك امبيدنس بتساوي واحد وترانسميشن لاين سيكشن طوله بيساوي ال. اللي على الشمال دي بورت واحد، واللي على اليمين دي بورت اثنين. بين الاثنين ترانسميشن لاين سيكشن في عندي شنط رياكتنس، في عندي شنط رياكتنس بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. شنط رياكتنس واصله بينهم هما الاثنين بهذا الشكل، والرياكتنس بتاعتها قيمتها بتساوي جي اكس. تمام؟ فده الشكل بتاع التو بورت نتورك اللي عندي. في شويه ملحوظات عايز اقولها. اولا احنا لما جينا بدانا الكورس بتاع الميكرويف سيركتس قلنا الديفايسز في الميكرويف فريكونسي هتبقى مختلفه. مختلفة يعني ايه؟ يعني الملف بيتعمل بشكل مختلف والمكثف بيتعمل بشكل مختلف، فازاي انا اقول الكلام ده وارجع تاني ارسم لك ملف عادي زي الملف اللي كنا بنرسمه زمان في اللو فريكونسي سيركتس؟ المفروض ان الديفايس شكلها اتغير. هو صحيح الديفايس شكلها اتغير، بس السيمبلز بتاعتها في السيركتس مش هنغير شكلها. يعني لما اجي اتكلم على حاجة بتشتغل كأنها ملف في الميكرويف سيركتس هفضل استخدم الرمز الاسكيماتيك بتاع الملف اللي هو الرمز اللي في النص ده، الرمز في النص ده الرمز الاسكيماتيك بتاع الملف، هفضل استخدم رمز الاسكيماتيك بتاع الملف. وان كان ده مش معمول في الميكرويف سيركتس بالملف العادي اللي بيتلف بسلك، مش معمول بالاندكتنس العادي اللي بتلف بسلك، لا معمول بطريقه ثانيه، بس لما اعبر عنه هعبر عنه بنفس الاسكيماتيك سيمبل. فسكيماتيك سيمبل بيبقى هو هو، لكن مش معنى كده ان ده براكتيكالي او فيزيكالي عباره عن سلك ملفوف على كور، لا ده طبعا ما بياخدش شكل سلك ملفوف على كور، بياخد شكل تاني. لكن المهم ان هو شغال كانه رياكتيف امبيدنس قيمتها بتساوي جي اكس. تمام؟ واثنين ترانسميشن لاين بورتس. كويس. النتورك دي واضح قدامنا ان هي سيمتريك خالص. يعني من غير ما هو حتى بيقول سيمتريك واضح قدامنا ان هي سيمتريك، الاثنين بورتس زي بعض. لو بصيت من اي بورت هتشوف نفس الحاجه، هتشوف ترانسميشن لاين سيكشن طوله ال، بعد كده رياكتيف امبيدنس، بعد كده ترانسميشن لاين سيكشن طوله ال. وكونها ريسيبروكال وده معطى في السؤال معناها ان مفيش اي حاجه من الماتيريالز اللي موجوده جوه السيركت بيخش فيها انايزوتروبيك ماتيريال. يعني ترانسميشن لاين سيكشن الناحيه اليمين وناحيه الشمال مفيش فيهم اي انايزوتروبيك ماتيريال، يعني الداي الكتريك بتاع ترانسميشن لاين ما هوش انايزوتروبيك بتاع الترانسميشن لاين بورد. الرياكتيف امبيدنس اللي في النص اللي هي الجي اكس ما هياش معموله بانايزوتروبيك ماتيريال. كل ده بيخلي السيركت بتاعتك او بيخلي النتورك بتاعتك ريسيبروكال نتورك. بقول لك استنتج لي السكاترنج ماتريكس بتاعتها شكلها ازاي. هنستخدم الطريقه بتاعت ايفن مود اوف اكسايتيشن والطريقه بتاعت الاود مود اوف اكسايتيشن عشان نطلع الاس ايفن والاس اود، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. عايزين نستعمل ايفن مود اوف اكسايتيشن والاود مود اوف اكسايتيشن عشان نطلع الاس ايفن نطلع الاس اود، ومنهم نحسب اس 1 1 واس 1 2، ونبقى كده جبنا السكاترنج ماتريكس بتاعت النتورك دي. طيب احنا في المره اللي فاتت او في التسجيل اللي فات على طول قلنا عشان تعمل ايفن مود اود مود اوف سايتيشن بتعمل كده، عشان تعمل ايفن مود او اود مود اوف سايتيشن بتعمل اوبن سيركت، عشان تعمل ايفن مود اوبن سيركت عند البلين اوف سيمتري، وفي الاود مود اوف سايتيشن بتحط شورت سيركت عند البلين اوف سيمتري. فعاوزين نعرف في الاول فين البلين اوف سيمتري
وبعدين نحط عنده في مره اوبن سيركت وفي مره شورت سيركت. لازم اعرف في الاول فين البرين اوف سيمتري، ودي تبقى اول خطوه في الحل. يعني اول خطوه في الحل في مساله زي كده انك انت تحدد البرين اوف سيمتري، دي اللي هي ستيب واحد. فستيب واحد في الحل دايما، ستيب واحد في الحل، وانا هكتب الحل باللون الابيض دايما، ستيب واحد في الحل اللي هي اول حاجه انك انت ديترماين، انك انت تحدد ديترماين تحدد البلين اوف سيمتري، اللي هو المستوى او الحته اللي بيحصل عندها ان السيركت حواليها متماثله، ان السيركت حواليها متماثله. طبعا عندي في بلينز موجودين طبيعي في السيركت، اللي هم التيرمينال بلين بتاع واحد اللي هو موجود هنا، التيرمينال بلين بتاع بورت واحد، والتيرمينال بلين بتاع بورت اتنين. في بلين بقى عايزين نحدده اللي هو نسميه البلين اوف سيمتري. طب فين الحته اللي بتتماثل عندها السيركت، الحته اللي بتتماثل حواليها السيركت؟ هل السيركت متماثله مثلا، هل السيركت مثلا متماثله حوالين الحته دي او حوالين الحته دي او حوالين الحته دي؟ لا، واضح قدامنا كلنا ان السيركت متماثله حوالين النص، يعني كان مستوى التماثل او برين اوف سيمتري المفروض يكون في نص السيركت بالظبط كده. طب في نص السيركت بالظبط ازاي؟ هل هاجي في نص السيركت مثلا واشق، اشق شق كده في الرياكتيف امبيدنس، ولا هتصرف ازاي؟ لان هعمل حركه اسهل من كده تخليني اقدر احط برين اوف سيمتري في النص من غير ما اشق الرياكتيف امبيدنس. هنعمل ايه؟ السيركت هنحولها احنا بالشكل ده، ده بيبقى مش مرسوم في السؤال، ده احنا اللي عملناه. ايه اللي عملناه؟ الرياكتيف امبيدنس اللي في النص اللي كانت قيمتها بتساوي جي اكس، اللي حصل ان انا فصلتها لاثنين رياكتيف امبيدنس على التوازي، كل واحده فيهم قيمتها جي 2 اكس. انت عارف ان المحصله بتاعت دول اللي هما جي 2 اكس وجي 2 اكس، المحصله بتاعتهم هتبقى بتساوي جي اكس. هنقسم على اثنين طبعا عشان خاطر دول هما الاثنين على التوازي ومتساويين، فلما تيجي تجيب المحصله بتاعتهم وتقسم على اثنين يطلع لك الناتج بيساوي جي اكس. تمام؟ فاذا انا حطيت، شلت الجي اكس وحطيت ما يكافئها اللي هو جي 2 اكس. طب ليه عملت الحركه دي؟ عشان اقدر احط البلين اوف سيمتري في النص، واحنا بنحل دايما هنحط البلين اوف سيمتري باللون الاحمر، فكده اقدر احط البلين اوف سيمتري في النص وهرسمه كمان بالمسطره. اقدر احط البلين اوف سيمتري في النص كده، يبقى هنا كده هيبقى البلين اوف سيمتري بتاعي، ادي البلين اوف سيمتري، نحطه بالخط المنقط عشان يبقى، يبقى كده دي اول خطوه في الحل انك انت تترماين البلين اوف سيمتري. يبقى عشان احط البلين اوف سيمتري اضطريت اعمل كده، وهكتب الستبس تاني، هكتب اول ستبس بتاعت السوليوشن، الستبس بتاعت السوليوشن اول ستيب انك انت بتديترماين البلين اوف سيمتري. حددنا البلين اوف سيمتري اللي هو في النص، اللي هو المكان اللي باللون الاحمر ده. بعد ما عملنا ديترمينيشن بلين اوف سيمتري هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل ايفن اكسايتيشن ونعمل اود اكسايتيشن. هن ابلاي، ودي الخطوه الثانيه، هن ابلاي الايفن مود اوف اكسايتيشن، يعني هحط اوبن سيركت عند مين؟ البلين اوف سيمتري. طب واعمل ايه بالخطوه دي؟ هحسب السي ايفن. والخطوه رقم ثلاثه ان انا هابلاي اود مود اوف اكسايتيشن، يعني هعمل ايه؟ يعني هعمل شورت سيركت عند البلين اوف سيمتري. والحكايه دي هتخليني اقدر احسب مين؟ اقدر احسب اس اود. حسبت اس ايفن واس اود، هتيجي الخطوه الاخيره بتاعت انك تحسب اس واحد واحد واس واحد اتنين. طيب تعالى نيجي كده في البلين اوف سيمتري، مكان البلين اوف سيمتري اللي انا حاطه ده، واحط في مره اوبن سيركت واحط في مره ثانيه شورت سيركت، واشوف هقدر احسب الاس ايفن والاس اود ازاي. تعالى نعمل الكلام ده هنا، هنحط في مره اوبن سيركت وفي مره هنحط شورت سيركت مكان البلين اوف سيمتري. طب لما اجي احط اوبن سيركت هيطلع الدايره تنفصل لحاجتين زي بعض، يعني هيبقى في النص كده في الحته اللي نعلم عليها باللون الاخضر دي، هيبقى في النص كده في المكان ده مكان البلين اوف سيمتري، هيبقى في اوبن سيركت، هتلاقي الدايره اتقسمت لحتتين زي بعض بالظبط. ناخد اي حته منهم، كانك قطعت الدايره من النص، هناخد اي حته منهم الاثنين متماثلين تماما، ونحسب لها الانبوت ريفليكشن كوفيشنت. يبقى هو ده الاس ايفن، وهو ده الديفينيشن بتاع الاس ايفن. ايه الديفينيشن بتاع الاس ايفن؟ اللي هو الانبوت ريفليكشن كوفيشنت لما تحط اوبن سيركت عند البلين اوف سيمتري. فناخد اي حته من الحتتين اللي احنا هنقطع السيركت ليها ونحسب لها الانبوت ريفليكشن كوفيشنت اللي هو عباره عن اس ايفن. فمثلا هنعمل الكلام ده في الاول بالايفن مود اوف اكسايتيشن، فنيجي كده ونرسم السيركت من جديد في الايفن مود اوف اكسايتيشن. ادي السيركت بتاعتي بعد ما اطبق الكلام ده، بعد ما اطبق الكلام ده انا حطيت اوبن سيركت في النص، يعني حطيت اوبن سيركت في مكان البلين اوف سيمتري. بجيت هنا الجي 2 اكس موجوده زي ما هي، وجيت مكان البلين اوف سيمتري ورحت فاتح، رحت حاطط اوبن سيركت، حطيت هنا اوبن سيركت. طبعا الدايره اتقسمت لشقين، ده الشق الشمال، والشق الشمال هيبقى زي الشق اليمين بالظبط، حليت من ده صح حليت من ده صح، ما هي هي. ودي اللي هي كانت بورت واحد، وكان عندي هنا الفي واحد بلس انسيدنت، وعندي في واحد ماينس ده ريفليكتد، وده التيرمينال بلين بتاع بورت واحد موجود عند الحته دي.
اعمل ايه؟ احسب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت، يطلع لي هو اس ايفن. يعني اس ايفن في الحاله دي بيساوي جاما، جاما بتاع الدايره دي الانبوت ريفليكشن كوفيشنت. جاما ده من قوانين الترانسميشن لاين، وهستعمل ليه قوانين الترانسميشن لاين؟ لان الحته دي زي ما اتفقنا في اول السؤال عباره عن ترانسميشن لاين سيجنال سيكشن، ترانسميشن لاين سيكشن طوله ال، والزيت نوت بتاعته بتساوي 1. جاما اتفقنا من دراستنا الترانسميشن لاين القوانين بتاعته، جاما كانت بتساوي مين؟ بتساوي زيت انبوت، بتساوي زيت انبوت ناقص زيت لود على زيت انبوت زائد زيت لود، معذرة، بتساوي زيت انبوت ناقص زيت نوت على زيت انبوت زائد زيت نوت. طبعا دي جاما اللي فين؟ جاما اللي هي بتاعت الانبوت، اللي هي جاما اللي هي عند ترمينال برين واحد، عند الترمينال برين واحد. وانت لما تيجي تحسب جاما وتيجي تحسب الريفليكشن كوفيشنت بتحسبه عند الترمينال برين بتاع البورت، ودي اهميه الترمينال برين، لان طبعا انت عارف من دراستنا الترانسميشن لاين لو غيرنا مكان الترمينال برين هتغير قيمه الجاما اللي هو الريفليكشن كوفيشنت. لو كانت البورت لوسلس فكل اللي يحصل في التغيير في قيمه جاما هتاخد فيس شيفت، لو كانت البورت بتاعتك لوسي هيتغير الامبليتيود بتاع جاما ويتغير كمان الفيس بتاعها، تمام؟ فلازم تبقى عارف انت بتحسب جاما فين، بتحسب جاما عند الترمينال برين بتاع البورت، تمام؟ فعند الترمينال برين بتاع البورت هنطبق الكلام ده، زيت انبوت ناقص زيت نوت على زيت انبوت زائد زيت نوت. طيب من قوانين الترانسميشن لاين احنا عارفين ان قيمه الجاما بتتجاب بالقانون ده، في نفس الوقت انا الدنيا شغاله عندي نورماليزد، او الزيت نوت بتساوي 1، فالكلام ده بيساوي زيت انبوت ناقص الزيت نوت اللي هي ب 1 على زيت انبوت زائد زيت نوت اللي هي ب 1، وابدا احط زيت انبوت بكام. طب عايز اجيب زيت انبوت، خلي بالك زيت انبوت لما بتتحسب بتتحسب عند التيرمينال بلين، ما ننساش لان بنحسب جاما عند التيرمينال بلين، فبيجي زيت انبوت عند التيرمينال بلين. برضه من قوانين الترانسميشن لاين زيت انبوت بتساوي، ودي اخذناها في قوانين الترانسميشن لاين، كانت بتساوي زيت نوت مضروبه في زيت لود زائد جي زيت نوت في تان بيتا ال على زيت نوت زائد جي في زيت لود في تان بيتا ال، دي اللي هي الانبوت امبيدنس، تمام؟ طيب انا عندي الزيت لود قيمته بكام؟ بعد ما اخدته اوبن سيركت اصبح الزيت لود قيمته بتساوي جي 2 اكس، اصبح الزيت لود قيمته بتساوي جي 2 اكس. طبعا الاوبن سيركت ملهاش افكت على الانبوت امبيدنس بتاعت اللود ده، فقيمته بتساوي جي 2 اكس. يبقى كده تقدر تقول زيت انبوت بتساوي زيت نوت اللي هي قيمتها بتساوي 1 عشان ده نورماليزد بورت، فزيت نوت قيمتها بتساوي 1، زيت لود اللي هي عباره عن جي 2 اكس زائد جي في الزيت نوت اللي قيمتها بواحد مضروبه في تان البيتا ال، انا هسميها فاي، وفاي دي احنا بنقول عليها الالكتريكال لينث، الالكتريكال لينث بتاع الترانسميشن لاين او الالكتريكال انجل بتاعته، على زيت نوت اللي هي بواحد زائد جي في الزيت لود، زيت لود اللي هي جي 2 اكس مضروبه في تان فاي، وفاي زي ما اتفقنا كده على جنب بنسميها الالكتريكال، بنسميها الالكتريكال لينث بتاع الترانسميشن لاين. طيب نقدر نختصر الكلام ده، فوق عندي بيور ايماجينري ممكن اخد جي عامل مشترك يطلع لي 2 اكس بلس تان، تحت عندي جي في جي فيطلع لي تحت برضه بيور ريال، والجي في جي بسالب 1 فعندي تحت 1 على 1 ناقص 2 اكس في التان. فيبقى كده الانبوت امبيدنس، كده الانبوت امبيدنس بتساوي هناخد الجي عامل مشترك، لما ناخد الجي عامل مشترك يطلع لي 2 اكس بلس تان، 2 اكس زائد تان فاي بيور ايماجينري تحت على 1 ناقص 2 اكس في تان فاي. ده اللي هو الانبوت امبيدنس. طب انا عايز الانبوت امبيدنس بس؟ لا، انا عايز اجيب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت، فاعوض في القانون بتاع ريفليكشن اللي هو القانون ده، اللي هو زيت انبوت ناقص 1 على زيت انبوت زائد زيت نوت اللي هي زيت نوت قيمتها بتساوي 1 اللي احنا عوضنا عنها ب 1. طيب فاحسب الاس ايفن كده اللي هو بيساوي الجاما في الحاله دي، لو بيساوي زيت انبوت ناقص 1 على زيت انبوت زائد 1، يطلع الكلام ده بيساوي شرطة كسر كبيرة، هنحط الكلام ده كله اللي هو جي نفتح قوس 2 اكس زائد تان فاي على تحت 1 ناقص 2 اكس في تان فاي، الكلام ده ناقص 1 على جي في 2 اكس زائد تان فاي على 1 ناقص 2 اكس في تان فاي زائد 1. طبعا ممكن نضرب في المقام عشان خاطر نخلي شكلها احسن من كده، تطلع لنا الاس ايفن قيمتها بتساوي لما تضرب في المقام بتاع الكسر اللي هو من فوق ده، يطلع لك جي في 2 اكس زائد تان فاي ناقص الجزء الريال هو 1 ناقص 2 اكس تان فاي، وتحت في المقام يطلع لك جي في 2 اكس زائد تان فاي زائد 1 ناقص 2 اكس تان فاي. يبقى ده اللي هو الاس ايفن.
كده حسبنا قيمه الاس ايفن. نعمل نفس الكلام، نعمل الاود مود اوف اكسيتيشن نحسب قيمه الاس اود. يبقى انا هاجي في البلين اوف سيمتري، هاجي في البلين اوف سيمتري اللي معمول عندك باللون الاحمر وهحط شورت سيركت. لما تحط شورت سيركت برضو انت عزلت ناحيتين الدايره عن بعض. ازاي عزلت ناحيتين الدايره عن بعض؟ ما انت حطيت شورت سيركت. لو انت باصص من البورت الاولانيه يبقى اي حاجه بعد الشورت سيركت ملهاش لازمه، شورتد، يبقى مش هتوصل لبورت 2. لو انت باصص من البورت الثانيه يبقى اي حاجه بعد الشورت سيركت شورتد ملهاش لازمه، يبقى انت مش هتشوف بورت واحد. فكده كده تقدر تفصل اي واحد منهم. لو انت حاطط الشورت سيركت في النص مكان البلين اوف سيمتري، فاجي في النص مكان البلين اوف سيمتري واحط شورت سيركت واخد اي سيكشن منهم هما الاثنين. فاني كده في النص مكان البلين اوف سيمتري وهنحط شورت سيركت. ادي جي 2 اكس ومكان البلين اوف سيمتري حطينا شورت سيركت. طبعا طالما حطينا شورت سيركت يبقى جي 2 اكس اصبحت شورتد ملهاش اي لازمه، تمام، واصبح اللود بتاعي عباره عن شورت سيركت. ونرجع نحسب قيمه، نرجع نحسب قيمه الاس اود بتساوي كام. يبقى انا كده بعمل اود مود اوف اكسيتيشن، انا كده بعمل اود مود اوف اكسيتيشن عشان اجيب الاس اود قيمتها بتساوي كام. برضو الاس اود هتساوي جاما اللي هو الانبوت ريفليكشن كوفيشنت اللي هو عند التيرمينال بلين واحد، اللي هو قيمته بتساوي برضو زيت انبوت ناقص واحد على زيت انبوت زائد واحد. المره دي جاما اسهل شويه لان الزيت انبوت قيمتها بتساوي بالنسبة للشورت سيركت. لما نيجي نعوض في القانون احنا عارفين زيت انبوت عبارة عن زيت نوت في زيت لود زائد جي زيت نوت في تان فاي على زيت نوت زائد جي زيت لود تان فاي. المرة دي اللود بتاعي بيساوي صفر، المرة دي الزيت لود بتاعتي بتساوي صفر عشان الشورت سيركت، فالانبوت امبيدنس بقت اسهل. طبعا احط زيت نوت بواحد وزيت لود بصفر يطلع لي جي مضروبة في تان فاي، يطلع لي جي مضروبه في تان فاي، دي زيت انبوت. وبالتالي جاما اللي هي الاس اود هتطلع بتساوي زيت انبوت اللي هي عباره عن جي تان فاي ناقص واحد على زيت انبوت اللي هي عباره عن جي تان فاي زائد واحد. يبقى انا كده عرفت قيمه الاس اود بتساوي كام. يبقى كده عندي دي قيمه الاس اود، وعندي من شويه حسبنا القيمه بتاعت الاس ايفن. يبقى نقدر، ودي هتساب لك انت طبعا، ان احنا نستخدم المعادله بتاعت ان اس واحد واحد بيساوي نص الاس ايفن بلس الاس اود، و اس 1 2 بتساوي نص الاس ايفن ناقص الاس اود. كده اقدر احسب الاس 1 1 واقدر احسب الاس 1 2. اطبق المعادله دي واحسب اس 1 1 اس 1 2 وبقى كده حليت المثال بتاعي. ده اسهل بكتير من انك تجيب اس 1 1 من تعريفه واس 1 2 من تعريفه. كمثال لو عايز تجيب اس 1 1 من تعريفه هتعمل ايه؟ هتضطر تيجي عند البورت الثانيه او البورت الاولى، واحده منهم، واحده من الاثنين بورتس في الدايره الاساسيه، وتحط عندها ماتش لود، يعني تحط ريزيستنس قيمتها بواحد او تحط امبيدنس قيمتها بواحد، وتحسب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت. وده مش هيكون سهل. ليه؟ هتحتاج تجيب الانبوت امبيدنس بتاعت سيكشن كبير بتاعت رياكتنس، والرياكتنس دي واصله بترانسميشن لاين، وفي الاخر في ماتش لود، فتقعد تجيب الانبوت امبيدنس بتاعت حاجه زي كده. طبعا هيبقى الانبوت امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين الماتشد في اخره هتبقى بتساوي واحد، وتقعد تحط الواحد والجي اكس هما الاثنين على التوازي، بعد كده تجيب الانبوت امبيدنس تاني من هنا عشان تعرف تجيب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت. فتبقى صعبه شويه خصوصا لو السيركت اعقد من كده. ولذلك الطريقه بتاعت الاس ايفن والاس اود بتسهل عليك الكالكوليشنز بتاعت السكاترنج ماتريكس بارامترز، تمام؟ ودي حاجه مطلوبه ان يكون الكالكوليشنز اسهل ما تبقاش متعبه معايا. طيب ده المثال الاولاني اللي احنا اخذناه على الموضوع ده. طب تعالى ناخد مثال تاني. تعالى ناخد مثال تاني. المثال التاني اللي هو المثال ده. برضو عندي سيركت، والسيركت دي شبه اللي فاتت، فيها برضو اتنين ترانسميشن لاين سيكشنز، تو بورت نتورك برضو، سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك زي ما احنا بنقول، سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك، تمام؟ وفيها اتنين بورتس، وفيها برضه ترانسميشن لاين سيكشن طوله ال وزيت نوت بتساوي واحد، والتاني ترانسميشن لاين سيكشن او ترانسميشن لاين بورت طولها ال، وقيمه برضه الامبيدنس بتاعته الكاركترستيك امبيدنس بتاعته بتساوي واحد، وعندنا في رياكتيف في سيريز رياكتنس في النص، والادميتنس بتاعتها جي بي. يعني عايز اقول لك في السؤال هو حاطط لك هنا جي بي، جي بي ده مش الامبيدنس بتاعت الاليمنت ده، جي بي دي تتساوي الادميتنس بتاعته، دي الواي بتاعته. الادميتنس بتاعت الاليمنت. طب ليه حاطط لك الادميتنس بتاعت الاليمنت؟ هو عاوز يسهل عليك الكالكوليشنز. يعني انا ممكن اجيب الانبوت امبيدنس واجيب منها الريفليكشن كوفيشنت.
ينفع في علاقه تربطهم زي ما استعملنا في المثال اللي فات، وينفع اجيب الانبوت ادمتنس واجيب منها ريفليكشن كوفيشنت، ينفع. فممكن اتعامل بالامبيدنس، ممكن اتعامل بالادمتنس زي ما احنا عارفين من قوانين الترانسميشن لاين، بس في بعض المسائل بيكون الامبيدنس اسهل من الادمتنس. زي دي زي دي هتكون فيها الادمتنس اسهل من الامبيدنس، زي المساله دي. المساله دي هيكون فيها التعامل بالادمتنس اسهل زي ما هنشوف. برضه لما اجي احل المساله دي هعمل اول حاجه اللي هي ان انا اديترماين البلين اوف سيمتري. واضح البلين اوف سيمتري هيبقى في نص الرياكتنس دي، يعني في نص ال في نص الكباسيتيف رياكتنس، في نص المكثف، مش هقطع في نص المكثف، برضه هعمل المكثف افصله مكثفين على التوالي. لما تفصل المكثف بالمنظر ده مكثفين على التوالي، يبقى الادميتنس بتاعت كل واحد فيهم هتتضاعف، الادميتنس بتاعتهم هتتضاعف. ليه؟ لما نيجي نوصل حاجات على التوالي الادميتنس بتتقسم على اتنين. لما نيجي نوصل حاجات على التوالي الادميتنس بتتقسم على اتنين، في حين الامبيدنس هتضرب في اتنين. يعني لما يكون عندك حاجتين متساويين وتوصلوا على التوالي عايز تجيب لهم التوتال امبيدنس هتضرب في اتنين. لو عندك حاجتين متوصلين على التوالي برضه سيريز، سيريز على التوالي برضه، وعايز تجيب التوتال ادميتنس وهما الاثنين متساويين، التوتال ادميتنس هتبقى انك انت هتقسم الادميتنس على اتنين. فعشان كده انا ضربت الادميتنس في اتنين عشان اقسمهم جزئين على التوالي. البلين اوف سيمتري هيبقى في النص، فده هيبقى مكان البلين اوف سيمتري اللي احنا هنتعود نرسمه بالاحمر، ده البلين اوف سيمتري. فالبلين اوف سيمتري دي انا حددت مكانه، ودي الخطوه كانت رقم واحد في الحل، اللي هي الستيب رقم واحد. الستيب رقم واحد اللي هي انك انت ديترماين البلين اوف سيمتري، دي الخطوه رقم واحد. بعد كده هنبدا نابلاي الايفن مود اوف اكسيتيشن بان احنا نحط اوبن سيركت. تخيل ان احنا جينا مكان البلين اوف سيمتري ده وحطينا اوبن سيركت، هتبقى الدايره اتفصلت حتتين، الدايره تبقى اتفصلت حتتين، والحتتين دول متساويين بالظبط تماما. هناخد منهم جزئيه واحده بس ونحسب لها الانبوت ريفليكشن كوفيشنت، يبقى هو ده مين؟ الاس ايفن. وده الكلام اللي احنا هنعمله دلوقتي، هنبقى فصلنا الدايره جزئين. تعالى كده نفصل الدايره جزئين ونشوف هيبقى الموضوع شكله ازاي لما نيجي نحط ايه؟ اوبن سيركت. طيب لما نيجي نحط اوبن سيركت المكثف ما زال موجود، او السيريز كاباسيتيف رياكتنس ما زالت موجوده، ولكن اصبح في هنا مكان البلين اوف سيمتري اصبح فيه اوبن سيركت، والقيمه بتاعت دي بتساوي جي 2 بي. ما زال ده ترانسميشن لاين سيكشن طبعا، الكتريكال لينس بتاعه فاي او طوله ال، والزيت نود بتاعته بتساوي واحد، والترمينال بلين بتاعي انا شغال عنده اللي هو هنا ده التي واحد اللي هو الترمينال بلين. هجيب الاس ايفن في الحاله دي عشان دي حاله ايفن مود اوف اكسيتيشن. الاس ايفن هيبقى عباره عن جاما اللي هو انبوت ريفليكشن كوفيشنت، اللي هو المره دي هستعمل القانون بتاع الادميتنس عشان قانون الادميتنس هنا اسهل. اسهل بالذات لما اجي استعمل الشورت سيركت، لما اجي احط الشورت سيركت او اجي اجيب الاود مود اوف اكسيتيشن. فقانون الادميتنس الجاما فيه بتساوي بدل ما كانت زيت نوت ناقص زيت نوت هتبقى عباره عن، بدل ما كانت زيت انبوت ناقص زيت نوت هتبقى عباره عن واي نوت ناقص الواي انبوت عكسها، على واي نوت زائد الواي انبوت. يعني الاس ايفن هتساوي الواي نوت هنا هتبقى بتساوي واحد عشان الزيت نوت بتساوي واحد، يبقى واي نوت يبقى واحد ناقص الواي انبوت على واحد زائد الواي انبوت. طيب عايز اجيب الواي انبوت، انا عندي هنا اوبن سيركت. لما اجي اجيب الواي انبوت هقول الواي انبوت بتساوي القانون بتاعها بيساوي واي نوت زي قانون الامبيدنس بالظبط، في واي لود زائد جي واي نوت في تان فاي على تحت واي نوت زائد جي واي لود في تان فاي. انا عندي اوبن سيركت، الادميتنس بتاعت الاوبن سيركت بتساوي صفر، الادميتنس بتاعت الاوبن سيركت بتساوي صفر، يبقى اذا واي لود بيساوي صفر، وبالتالي الواي انبوت بتساوي الواي نوت هسيبها بواحد واحط واي لود بصفر، يطلع لي جي في تان فاي، يطلع لي جي في تان فاي. يبقى جي في تان فاي دي الواي انبوت اللي هي بتتشاف من عند ترمينال بلين تي واحد، وبالتالي اقدر اقول الاس ايفن على طول بتساوي واحد ناقص الواي انبوت، يعني واحد ناقص جي تان فاي على واحد زائد واي انبوت اللي هي جي تان فاي، دي اللي هي الاس ايفن. كده عملت الايفن مود اوف اكسيتيشن. طيب نعمل الاود مود اوف اكسيتيشن. الاود مود اوف اكسيتيشن المره دي بدل ما هنحط اوبن سيركت هنحط ايه؟ شورت سيركت مكان البلين اوف سيمتري. لما نيجي نحط شورت سيركت مكان البلين اوف سيمتري، هنحط شورت سيركت مكان البلين اوف سيمتري، ادي المكثف موجود، والمره دي مكان البلين اوف سيمتري هنحط ايه؟ شورت سيركت. ده المكثف اللي هو جي 2 بي. دلوقتي اصبح اللود بتاعي الادميتنس بتاعته جي 2 بي، قلت لك من اول السؤال هو مدي لك الادميتنس بتاعت السيريز كاباسيتيف رياكتنس.
مدي لك الادمتنس بتاعتها. فكده الواي لود بيساوي جي 2 بي، عشان كده انا بحل المساله بالادمتنس، ودي عباره عن الترم بلين تي 1 اللي انا هحسب من عندها الانبوت ريفليكشن كوفيشنت. الانبوت ريفليكشن كوفيشنت في الحاله دي هيبقى هو الاس او دي اللي انا بدور عليها، اللي هو قيمتها بتساوي مين القيمه بتاعتها؟ بتساوي زي ما شفنا المره اللي فاتت واي نوت ناقص الواي انبوت على واي نوت زائد الواي انبوت. يبقى كده الاس اود هتبقى بتساوي واي نوت اللي هي بواحد ناقص الواي انبوت اللي انا لازم احسبها على واحد زائد الواي انبوت اللي انت لازم تحسبه. طب واي انبوت بكام؟ نرجع للقانون، هنقول واي انبوت بتساوي الواي نوت اللي هي قيمتها بواحد مضروبه في واي لود زائد جي واي نوت تان فاي على واي نوت زائد جي واي لود تان فاي. المره دي استخدم واي لود على طول بيساوي جي 2 بي، يبقى الكلام ده بيساوي احط واي نوت بواحد واحط واي لود عباره عن جي 2 بي، يبقى في البسط يبقى عندي جي افتح قوس 2 بي زائد تان فاي، تحت في المقام هيبقى واي نوت بواحد، ويبقى جي في الواي لود، واي لود اللي هي 2 بي، وجي في جي بسالب واحد، يبقى سالب 2 بي في تان فاي. يبقى كده جبت الواي انبوت، اقدر اجيب الاس اود، هيبقى اس اود بيساوي واحد ناقص الواي انبوت على واحد زائد الواي انبوت، هيبقى واحد ناقص الواي انبوت على واحد زائد الواي انبوت. طبعا انت عشان الواي انبوت بسطه مقام تقدر تضرب في المقام بتاع الواي انبوت على طول، فيطلع لك واحد ناقص 2 بي في تان فاي، ده يبقى ناقص جي هنفتح قوس 2 بي زائد تان فاي، تحت في المقام هيبقى واحد ناقص 2 بي تان فاي، والمرة دي زائد جي افتح قوس 2 بي زائد تان فاي. ده اللي هو الاس اود. كده حسبنا الاس اود وحسبنا الاس ايفن، فنقدر على طول نطبق الخطوة الأخيرة اللي طبعا هتساب لك أنت عشان تطبقها، اللي هي إن احنا نجيب الاس واحد واحد بيساوي نص اس ايفن زائد اس اود، والاس واحد اتنين بتساوي نص الاس ايفن ناقص الاس اود. فدول كانوا مثالين على ازاي نحسب السكاترنج ماتريكس بتاعت سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك. تمام، دلوقتي هندخل في جزء تاني اللي هو النقطه رقم 5 بعد ما خدنا امثله على حكايه حساب السكاترنج ماتريكس ريسيبروكال سيمتريك تو بورت نتورك. هناخد الريليشنز بتوين الماتريسيز، يعني ناخد العلاقات بين الزيت ماتريكس والواي ماتريكس والاس ماتريكس. يعني تلاحظ في المساله اللي احنا حلناها دلوقتي احنا حسبنا السكاترنج ماتريكس ودي حاجه كويسه، بس افرض جه في السؤال وقال لك انا مش عاوز بس السكاترنج ماتريكس، انا عاوز كمان الامبيدنس ماتريكس والادمتنس ماتريكس. هل هتقعد تحل برضه بطرق زي كده عشان تجيب الامبيدنس ماتريكس وتجيب الادمتنس ماتريكس؟ ممكن تقعد تحل زي كده من الاول وتقعد تجيب الادمتنس ماتريكس والامبيدنس ماتريكس بطرق تاني. وفي حاجه تاني احسن من كده، انك انت في علاقات تربط السكاترنج ماتريكس بالزيت ماتريكس والواي ماتريكس. يعني لو معاك الاس تقدر شويه علاقات كده رياضيه تجيب على طول الزيت بكام وتجيب على طول الواي بكام من غير ما تتعب. وفي الواقع الموقف اللي بيحصل في العملي العكس، يعني بيبقى المطلوب اكتر لينا الاس. يعني تهمنا جدا في مايكرويف سيركتس ان احنا نحسب الاس، واللي بنقيسه حتى بالاجهزه بيبقى الاس، فاحنا اللي بنقيسه اكتر الاس واللي بنعوز نحسبه اكتر هو الاس. فممكن تبقى عندك الزيت ماتريكس موجوده او الواي ماتريكس موجوده وانت عاوز تحسب منها السكاترنج ماتريكس، فعشان كده عايزين نربطهم ببعض، عايزين نربطهم كلهم ببعض نشوف ازاي كلهم يتجابوا من بعضهم، اي ماتريكس منهم تتجاب من التانية ازاي، ودي نقطه هنتكلم عليها دلوقتي. في التو بورت سيركتس يعني في الغالب بيبقى الاسهل انك انت تحل وتجيب كل واحده لوحديها من الاول، اسهل من انك انت تطبق العلاقات الرياضيه بايدك، الا لو كنت تطبق العلاقات الرياضيه اللي احنا نثبتها دلوقتي الا كنت تطبقها على الكمبيوتر، الكمبيوتر طلع لك النتيجه على طول في ثواني. تمام، لكن فائده العلاقات دي بتبان اكتر لو انت بتتكلم على نتورك كبيره، يعني مالتيبل بورت نتورك كبيره، مثلا نتورك فيه 10 بورت 20 بورت. تمام، بيبقى اسهل بكتير انك انت تطبق علاقات بين الماتريسيز عشان تجيب اي ماتريكس من الثانيه. تمام، طيب دلوقتي ايه العلاقات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي؟ هنجيب علاقات التربط ما بين السكاترنج ماتريكس والامبيدنس ماتريكس، دي اول حاجه. هنجيب في اول العلاقه تربط بين السكاترنج ماتريكس والامبيدنس ماتريكس. وطبعا انا قبل ما ابدا انا عايز اقول انا هربط مين بمين، انا هربط السكاترنج ماتريكس بالامبيدنس ماتريكس واربط السكاترنج ماتريكس بالادمتنس ماتريكس.
طب هل مش محتاج اربط الزد بالواي؟ هو الزد والواي مرتبطين بعلاقه في منتهى الوضوح زي ما قلنا في السكشن اللي فات او في التسجيل اللي فات، ان ببساطه كده ان الزد عباره عن الانفرس بتاع الواي على طول، مش محتاج الكلام دي، هما الاثنين انفرس لبعض. ده باين من المعادله الاساسيه بتاعت الديفينيشن بتاعت زد واي، دي مش مشكله. انا دلوقتي عايز اربط الاس بالزد، عايز اربط الاس والزد، يعني من الاس اجيب الزد او من الزد اجيب الاس، وعايز اربط الاس بالواي، يعني من الاس اجيب الواي او من الواي اجيب الاس. ده اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي. خلاص، دلوقتي هنربط الامبيدنس ماتريكس، هنربط الامبيدنس ماتريكس والسكاترنج ماتريكس اللي هي الاولانيه دي، تمام. دي بيجي عليها سؤال في الامتحان احيانا، بيقول لك مثلا بروف العلاقه بينهم هما الاثنين، يقول لك مثلا بروف ان لو عايز اجيب مثلا الزت من الاس هتبقى الزت بتساوي الايدنتيتي دي يو زائد اس مضروبه في يو ناقص اس انفيرس، تمام. طيب نثبت الكلام ده ازاي؟ عشان ده اثبات ممكن تسال عليه في الامتحان، تمام. نثبت الكلام ده ازاي؟ هنبدا من العلاقه بتاعت الديفينيشن بتاعت الامبيدنس ماتريكس، ان في التوتال في فيكتور طبعا بيساوي زد في الاي. وزي ما اتفقت معاك مش هقعد اكتب من تاني بقى كل حاجه احط تحتها خط عشان اقول لك انها فيكتور، او احط تحتها خطين عشان اقول لك ان هي ماتريكس. خلاص انت عارف ان احنا بنتعامل بفيكتورز، بنتعامل بماتريسيز، عشان خاطر بس اسهل على نفسي في الكتابه واكتب اسرع من كده، تمام. فالفي بتساوي زد في اي، ده الديفينيشن بتاع الامبيدنس ماتريكس. التوتال في عباره عن الفيكتور بتاع الانسيدنت فولتج مجموع عليه الفيكتور بتاع الريفليكتد فولتج، والتوتال اي عباره عن الفيكتور بتاع الانسيدنت كارنت مطروح منه الفيكتور بتاع الريفليكتد كارنت، تمام. طيب احنا عشان عاملين نورماليزيشن نقدر نشيل الانسيدنت كارنت ونحط مكانه في بلس، عشان عاملين نورماليزيشن اللي بيربطهم الكاركترستيك امبيدنس اللي هي بواحد، ناقص الاي ماينس برضه ممكن نشيله ونحط مكانه الفي ماينس اللي بيربطهم زي ما اتفقنا الكاركترستيك امبيدنس اللي هي قيمتها بتساوي واحد. يبقى المعادله دي اصبح شكلها كده، ان في بلس زائد في ماينس دول فيكتورز بيساوي الزد ماتريكس مضروبه في الفي بلس ناقص الفي ماينس، تمام. تمام، طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعوض تاني برضه، هنعوض بس المره دي عن الفي ماينس، هنقول الفي ماينس بتساوي السكاترنج ماتريكس مضروبه في الفي بلس، فيبقى عندي كده الفي بلس زائد الاس مضروبه في الفي بلس بتساوي زد في الفي بلس ناقص الاس مضروبه في الفي بلس. كده خلصت من الفي ماينس، كده العلاقه اصبح فيها بشكل واضح الاس والزد. هنعمل ايه؟ هناخد الفي بلس عامل مشترك من ناحيه اليمين في كل طرف من طرفين المعادله، فناخد في بلس عامل مشترك من ناحيه اليمين، فيطلع علينا يو بلس اس. ده لما اخد الفي بلس عامل مشترك من ناحيه اليمين. الناحيه الثانيه برضه هاخد الفي بلس عامل مشترك من ناحيه اليمين. ليه من ناحيه اليمين؟ عشان خاطر هو مضروب من ناحيه اليمين هنا، مضروب من ناحيه اليمين هنا، فاخد عامل مشترك من ناحيه اليمين فيطلع لي هنا يو، فيطلع لي هنا يو ماينس اس، وادي الفي بلس. طيب واضح قدامك في المعادله الاخيره احنا وصلنا لها دي، ماتريكس مضروبه في فيكتور بتساوي ماتريكس تاني مضروبه في نفس الفيكتور، وده مش هيحصل لجميع اشكال الفيكتور الا لو كان الماتريسيز اللي بالاخضر دي متساويه، الماتريسيز اللي جنبيه متساوي، عشان ماتريكس في فيكتور بتساوي ماتريكس تانيه في نفس الفيكتور لجميع اشكال الفيكتور ده، الكلام ده مش هيحصل الا لو كان الماتريسيز متساوي. فده معناه ان يو زائد اس بتساوي زد مضروبه في يو ناقص اس، اقدر اودي يو ناقص اس انفيرس الناحية التانية فيطلع لي يو زائد اس، لو اتضرب فيها اليو زائد اس اليو ماينس اس انفيرس، لو اتضرب فيها اليو ماينس اس انفيرس طبعا من ناحية اليمين هيديني الزيت ماتريكس، ودي العلاقة اللي احنا كنا عايزين نثبتها. يبقى اذا انت لو كان عندك الزيت ماتريكس الاس ماتريكس معلومة ممكن تستخدم العلاقة دي عشان تجيب منها الزيت ماتريكس بسهولة. دي علاقة مثلا بين الزيت ماتريكس وبين الايه؟ وبين الاس ماتريكس. ممكن نعمل العكس، ممكن نعمل العكس، يعني ممكن مثلا نحسب السكاترنج ماتريكس من الامبيدنس ماتريكس، والاثباتات كلها موجوده في الورق بتاع السكاشن، انت لازم هتذاكرها طبعا، اللي هي ازاي تجيب اس من زد وزد من اس، وازاي تجيب واي من اس واس من واي، الاثبات كلها انت هتذاكرها، مفيش كلام يعني، موجوده في الورق بتاعك. ازاي مثلا نحسب الاس من الزد مثلا؟ ممكن يجيبها لك بروف في الامتحان، يقول لك مثلا بروف، يقول لك مثلا بروف ان الاس قيمتها بتساوي، عايز تجيبها من الزد عباره عن زد ماينس يو في زد بلس يو، زد بلس يو، الكلام ده انفيرس. لما نيجي نثبت الكلام ده مش هنثبت اللي فاتت ونكمل عليها، لا احنا هنبدا من الاول. عشان نبدا من الاول هنقول في المعادلات بتاعتنا احنا عارفين ان التوتال فولتج عباره عن في بلس زائد في ماينس، والتوتال كرنت عباره عن اي بلس ناقص اي ماينس، تمام.
طبعا عشان خاطر النورماليزيشن ممكن نشيل في بلس وفي ماينس، بس احنا المره دي نجمع، يعني في الاول هنشيل الفي بلس والفي ماينس، الاي بلس والاي ماينس، بعد كده نجمع. فنقول الاي بتساوي اي بلس ناقص اي ماينس، اللي هو في بلس ناقص الفي ماينس. كده ممكن تجيب الفي بلس والفي ماينس لوحديهم، لو جمعت المعادلتين تقدر تقول في بلس بتساوي نص في زائد اي، والفي ماينس بتساوي نص الفي ناقص اي. طب ايه الفايده؟ الفايده ان في ماينس عباره عن السكاترنج ماتريكس في الفي بلس. هشيل الفي ماينس واحط ما يساويها، واشيل الفي بلس واحط ما يساويها. فالكلام ده يطلع لي الاتي في المعادله اللي تحت. الكلام ده يطلع لي الاتي في المعادله اللي تحت. هشيل الفي ماينس واحط مكانها نص في ماينس اي بتساوي الفي بلس اللي هي السكاترنج ماتريكس في الفي بلس اللي هي نص في بلس اي. طبعا النص هتروح مع النص. كده اقدر ادخل الامبيدنس سيمتريكس ازاي؟ اشيل الفي، اشيل الفي واحط مكانها مين؟ زد في ايه؟ زد في اي. يبقى كده في المعادله بتاعتي هيبقى عندي زد في الاي ناقص اي بيساوي السكاترنج ماتريكس، هنفتح قوس، الفي اللي عباره عن زد في الاي زائد اي. اقدر اخد الاي على المشترك من ناحيه اليمين في كل طرف، فيبقى زد ماينس يو مضروبه في الاي بتساوي اس، وهنا يبقى عندي زد زائد يو مضروبه في الاي. برضه بنفس الطريقة فيكتور مضروب في ماتريكس وفيكتور، ونفس الفيكتور مضروب في ماتريكس. استحالة يبقى الحصر الضرب ده متساوي دايما لجميع أشكال الفيكتور اي إلا لو كان الماتريسيز دي متساوية. فده معناه إن زد ماينس يو بتساوي اس في زد بلس يو. يبقى نقدر نقول الاس على طول هتساوي الزد ماينس يو، خدها واضربها ناحية اليمين في زد بلس يو لكل انفيرس. وكده يبقى حسبت السكاترنج ماتريكس من إيه؟ من الامبيدنس ماتريكس. الاثبات الاكثر شهره اللي بيجي في الامتحان اثبات معين اهم من كده، وهو الاكثر شهره اللي بيجي في الامتحان، وده كويشن مهم خالص في الامتحانات، وده اللي احنا هنبدا نحل عليه دلوقتي عشان ده بيجي كتير جدا في الامتحانات. فده سؤال امتحان، تمام؟ انا هكتب طبعا في الاول صيغه السؤال، يعني الاثبات المطلوب، وبعد كده نبدا ايه نكتب الاجابه بتاعته. الاثبات ده بيجي كتير في الامتحان، بيقول لك اثبت ان لو كانت السكاترنج ماتريكس بتاعت اي نتورك بيور ايماجينري، يبقى في علاقه معينه بتربط ما بين الاس والسالب واي، وبرضه النتورك ده النتورك دي لازم تكون لوسلس ريسيبروكال نتورك. يعني بروف ذات فور لوسلس ريسيبروكال نتورك. فور لوسلس ريسيبروكال نتورك اف ذا سكاترنج ماتريكس اس is pure imaginary then اثبت ان الاس بتساوي سالب واي. اثبت العلاقه دي. ولك اثبت ان في اللوسلس ريسيبروكال نتورك لو كانت السكاترنج ماتريكس بيور imaginary هتبقى اس بتساوي سالب واي. الاثبات ده لما تيجي تبداوا منين؟ اول حاجه تبداوا من الكلمه بتاعت اللوسلس ريسيبروكال نتورك، وتشوف خصائص السكاترنج ماتريكس لللوسلس ريسيبروكال نتورك. فتبدا البروف اول حاجه تثبت ان لللوسلس نتورك الاس هيرميشيان في الاس بيساوي يو، ودي اثبتناها في التسجيل اللي فات. بعد كده تثبت ان لو كانت لوسلس وفي نفس الوقت ريسيبروكال، زودنا عليها انها بيت ريسيبروكال، بيكون اس كونجيجيت في الاس بيساوي يو. فدول تثبتهم في الاول، فتوصل في الاثبات بتاعك لحد اس كونجيجيت في الاس بتساوي يو، تمام؟ بعد ما توصل في الاثبات بتاعك لغايه الحكايه دي تبدا تكمل من بعديها بقى، من بعد ان اس كونجيجيت في الاس بيساوي يو. طيب في اللوسلس ريسيبروكال نتورك اللي فيها اس كونجيجيت في الاس بيساوي يو، الاثبات بتاعها ده احنا قلناها في التسجيل اللي فات. اذا كانت بقى المعطى اللي عندي في السؤال، اذا كانت الاس
بيور ايماجينري، اذا كانت الاس بيور ايماجينري هيبقى اس كونجيجيت بيساوي سالب اس، دي حاجه احنا عارفينها. البيور الايماجينري لما تاخد كونجيجيت بتاعه بيساوي سالب سالب الحاجه نفسها، يعني بتعكس الاشاره بس بعد الايماجينري. فطالما اس كونجيجيت في اس بيساوي يو، هشيل اس كونجيجيت واحط مكانه سالب اس، يبقى سالب اس في الاس بيساوي يو، يبقى اس تربيع بتساوي سالب يو. تربيع يعني ايه في الماتريسيز؟ يعني ماتريكس مضروبه في نفسه، ده معنى كلمه تربيع في الماتريسيز. مش متعودين على تربيع احنا في المصفوفات ممكن، عشان كده انا بقول لك يعني التربيع في الماتريسيز معناه انك انت خدت ماتريكس وضربتها في نفسها. طيب كده اثبتت ان اس تربيع بتساوي سالب يو، هستعمل الاثبات ده في ايه؟ هو عاوزني اثبت ان الاس بتساوي سالب واي، فهجيب علاقه بين الاس والواي، هجيب علاقه بين الاس والواي، العلاقه تربط الواي بالاس. ايه العلاقه تربط الواي بالاس؟ هستنتجها زي ما استنتجت علاقات تربط الاس بالزد والزد بالاس، هستنتج علاقه تخليني من الواي اقدر احسب الاس، وبعد كده اثبت فيها ان باستخدام دي ان اس تربيع بتساوي سالب يو في اللوسلس ريسيبروكال سيمتريك نتورك اللي فيها الاس بيور ايماجينري، اقدر اطلع في الاخر ان الاس بتساوي سالب واي. طيب اجيب ازاي علاقه بين الاس وبين الواي؟ هنعمل كالتالي عشان نجيب علاقه بين الاس وبين الواي. هنقول من الديفينيشن بتاع الادميتنس ماتريكس، احنا عارفين ان الاي بتساوي الادميتنس ماتريكس مضروبه في الفي. هقدر ابدا اشيل الاي واحط مكانه الاي بلس ناقص الاي ماينس، واشيل الفي واحط مكانه الفي بلس زائد الفي ماينس. اي بلس هي هي في بلس، واي ماينس هي هي في ماينس. تمام، بعد كده ابدا اشيل الفي ماينس واحط مكانها اس في الفي بلس، كان اس في الفي بلس، واخد الفي بلس عامل مشترك يبقى يو ماينس اس في الفي بلس بتساوي هنا يو بلس اس في الفي بلس، زي ما عملنا في الاثباتات اللي فاتت بتاعت الامبيدنس ماتريكس، هيبقى دي بتساوي دي، يعني يو ماينس اس بتساوي واي، بتساوي واي في يو بلس اس انفيرس، في يو بلس اس قبل الانفيرس طبعا، انفيرس لما نيجي نوديها الناحيه اللي هناك. يبقى اذا الواي عباره عن يو ماينس اس في يو بلس اس انفيرس. هنا بقى ابدا افك واعوض واستفيد من العلاقه بتاعت ان اس تربيع بتساوي سالب يو. طيب اعوض ازاي وافك ازاي؟ هبدا من المعادله الاخيره دي بتاعت العلاقه بين الواي والاس، كلها تبع الاثبات بتاع السؤال. المعادله بتاعت واي تساوي يو ناقص اس في يو زائد اس انفيرس. هعمل ايه؟ هاجي في المعادلة دي وهدخل حاجات في النص، هنزل يو ناقص اس زي ما هو، واحط يو زائد اس انفيرس زي ما هو، هحط في النص حاجة تساوي مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة لو اتحشرت في النص ما تعملش أي مشكلة. فإيه الحاجة اللي تساوي مصفوفة الوحدة؟ هحط يو ناقص اس في يو ناقص اس انفيرس. دول لو اتضربوا في بعضهم يدولك مصفوفة الوحدة، عشان دي حاجة في الانفيرس بتاعها. فطالما يدوا مصفوفة الوحدة ما عملوش مشكلة خالص، ما فهمش مشكلة. تمام، واخد اول قوسين مع بعض واخر قوسين مع بعض. لما تاخد اول قوسين مع بعض يطلع لك اليو ناقص اس مضروبه في نفسها. طبعا لما تيجي تضرب في نفسها ضرب المصفوفات ده هيتوزع، بس انا هكتب الخطوه بتاعت ان احنا ناخد كل واحده لوحدها. هناخد يو ناقص اس مع يو ناقص اس دول مع بعضهم، وناخد الاخرانيين مع بعض. لما ناخدهم مع بعض نقدر نطلع الانفرس من بره ونكتبهم كده يو زائد اس في يو ناقص اس، وناخد الانفرس من بره. طبعا قلبناهم عشان الانفرس بيعكس الترتيب. نضرب اول اثنين في بعض، نضرب اخر اثنين في بعض. لما نضرب الضرب ده هنوزع ضرب مصفات عادي، اليو في اليو هتطلع يو، بعد كده اليو في سالب اس هتطلع سالب اس، ويو في سالب اس هتطلع سالب اس، والاس في الاس سالب في سالب بموجب، وتديني اس تربيع. اس تربيع اللي هي تمثل الاس مضروبه في نفسها مرتين. الناحيه الثانيه يطلع عندي اليو في اليو بتساوي يو، واليو في السالب اس بسالب اس، واليو في الموجب اس بموجب اس، وسالب في موجب بسالب، اس في اس برضه باس تربيع، والكلام ده انفيرتد. يبقى الكلام ده بيساوي، هبدا اعوض عن اس تربيع بتساوي سالب يو. لما تحط اس تربيع بتساوي سالب يو، يبقى اليو هتروح مع السالب يو. تمام، وهنا السالب اس هتروح مع الموجب اس. والاس تربيع لما تحط بسالب يو، يبقى دي هتبقى عباره عن 2 يو. يبقى عندي القوس اللي هنا هيبقى عباره عن سالب 2 اس، دي مصفوفه، والقوس اللي هنا هيبقى عباره عن ايه؟ يو وسالب اس تربيع اللي هي موجب يو. الكلام ده متاخد الانفيرس. طبعا الكلام ده هيطلع بيساوي سالب 2 اس مضروبه فيه 2 يو، عايزين ناخد لها الانفيرس. الانفيرس بتاع الاثنين يطلع بنص، والانفيرس بتاع اليو يطلع نفسها.
طبعا نص مع السالب 2 اللي بره تطلع بتساوي سالب 1، تطلع بتساوي سالب 1، والاس تنزل زي ما هي، وتنزل الاس مضروبه في الانفرس بتاع اليو، الانفرس بتاع اليو اللي هو اليو نفسها، يعني يطلع الكلام ده بيساوي سالب اس. يبقى فعلا اثبتنا ان الواي بتساوي مين؟ سالب اس. وده الاثبات اللي هو كان عاوزه في اول السؤال، كان عاوزك تثبت ان الواي بتساوي سالب اس. يبقى احنا كده اخدنا البروبيرتيز اللي هي العلاقات يعني اللي بتربط ما بين الماتريسيز وبعضيها، اخدناها مع سؤال الامتحان ده. اخدنا ازاي نحسب او ازاي نثبت علاقه تخليك تجيب الاس من الزد والزد من الاس. واحنا بنثبت المساله دي اثبتنا العلاقه اللي من فوق اللي انا بدات منها اللي هي ازاي تجيب الواي من الاس. هتلاقي في الورق اثبات ازاي تجيب الاس من الواي، تمام؟ بس انا اخدت دي عشان خاطر موجوده في السؤال بتاع الامتحان، وحلينا السؤال بتاع الامتحان كاملا لان هو بيتكرر كتير. احنا في التسجيل ده او في كده السكشن ده في السلايد دي وفينا بخمس متطلبات لغايه ما في النهايه وقفنا عند العلاقات بين الزيت ماتريكس والماتريكس والاس ماتريكس. ان شاء الله ابتداء من المره اللي جايه هنبدا ناخد السكشن بتاعنا، نبدا ناخد مساله بتيجي في الامتحان برضه، مساله ثانيه من ضمن المسائل بتيجي في الامتحان، ونبدا نخش ان شاء الله في موضوع جديد باذن الله. يعني الموضوع هنكمل برضه على الميكروف نتورك سيري، بس نبدا ناخد حاجات ثانيه ان شاء الله ابتداء من التسجيلات القادمه. ودي نهايه التسجيل ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.